تعالي اجرب الكمامه دي على وشك يا رانيا. وريني كده. بص بقى طلعت مظبوطه موت. انا من رايي ان انت تجرب كل الكمامات على وشي عشان تتظبط. ايش معنى وشك انت يعني؟ حش حش وشك يا اختي، طول عمرك موديز كمامات. سناء لو سمحتي مالكيش دعوه انت بيها خالص، وبعدين لعلمك الكمامات اللي انت بتتريقي عليها دي لما يجيلك انفلونزا ان شاء الله وتتحايل عليا اديك كمامه، مش هديك يا سناء. انت بتسمي البفته اللي كيلو منها بقرش دي كمامات؟ بقولك ايه، مالكيش دعوه انت بالموضوع ده، خليكي في الكلمات المتقاطعه اللي انت بتحليها ولا هتعرفي تحليها. بصي كده شوفها كويسه ولا لا، انا خلصت لك الدراعات. حلوه قوي يا ماما، بس دي ايه دي؟ دي عايزه راس حمار عشان تعمل له الكمامه دي كلها، كبيره قوي يا ماما. وبعدين قوي الدراعات شويه، قويها لان ممكن تتخلع يا ماما. طيب حاضر. مش فاهمك انت في الحاجات دي، كلاساتي دي. كلاسات ايه؟ بس بقى انا الكمامه بتاعتي بقت هايله وجامده جدا، ما حصلتش بقى. فعلا الحجم صغير ولذيذ، واليد بتتعمل جامده اليد، اهم حاجه. ايه حماتي انت، ايه لازقاها ولا مخيطاها؟ لا خيطيها كويس يا جماعه. ايدك الجامده والجامده كده بقى مش معقول. بص بقى يا عادل، انا ليا 40% من اجمالي الارباح الشتويه بلس 60% من ارباح راس المال العمومي. عمومي ايه وشتوي ايه؟ بقول لك ايه رانيا، روحي حلي كلمات متقاطعه مع سناء، على الله اتعلمك حاجه. وبقى عادل، قصدي دكتور عادل، البافيتا قصدي الكمامات اللي حضرتك بتعملها دي، ناوي تبيعها فين؟ هتسرح بيها على هاوي؟ مش عادل سعيد يا ماما اللي يسرح بكمامات على هاوي. امال هتسرح بيها فين؟ انا بقترح المترو لان الناس هناك مرعوبه اساسا، وهتقدر تبيع كل الكميه اللي معاك. لا انا عندي بقى انبتر بتاعه في دماغاتي بتقول ايه، انك انت تقف على المترو وتقول 2 كماماتوس على هديه 3 كمامه. يا سلام.